مرحبا، أنا زير. هيا بنا نذهب في مغامرة. أود لقاءه. هل تعلمون أنه سافر إلى 44 دولة؟ هذا رائع. إذن سيكون بيته ممتلئا من التذكارات من كل الدول. أتساءل كيف لو أني سافرت معه؟ ليس الآن يا زير، يجب علي أن أنجز فروضي المنزلية. لنذهب يا كريم، سننجز واجباتنا معا في وقت لاحق. يلا كراميلا، نحن ذاهبون لنقابل الرحال العظيم ابن بطوطة. جميل جدا، لابد أن منزله أحد هذه المنازل لنقترب أكثر. أين نحن؟ انتظروا لحظة، لماذا نصرخ؟ لأنه صرخ. لا تخف، أنا زي وهؤلاء أصدقائي كريم وفرح، جئنا إلى هنا لنقابل الرحال العظيم ابن بطوطة. ماذا حدث يا حبيبي؟ أعتذر، كنت فقط أتدرب على الصراخ. إذا وقعت في ورطة ستنفع؟ تذكر قصة الراعي ولا هل كان ثعلب؟ ذئب، الراعي الذي صرخ لينجو من الذئب. أعرف القصة، أنا ابن بطوطة ولكنني لست رحالا. من الممكن أن نكون أخطأنا العنوان. هل يوجد بطوطين آخرين في المكان؟ لا أعلم. غريب. إذن أنت لست الرحال العالمي الشهير؟ لا، لكنني أعترف أنني أحلم بذلك. أحلم أن أعبر الصحاري والبحار السبع، وأن أتسلق الجبال، وأن أقابل كل الناس الجميلة والغريبة. إذن لماذا لا تحقق حلمك؟ أدرس لأصبح محامياً. ولكنك تقرأ قصص ألف ليلة وليلة. لا تقل لوالدي. اقترب قليلاً، لقد خطرت لي فكرة. هذا ابن بطوطة، لكنه لا يعرف أنه سيصبح أعظم رحالة بالعالم بعد. هل لم يقرأ كتبه التي كتبها؟ لا يا فرح، لم تكتب كتبه بعد. أعتقد أنه يجب علينا أن نأخذه في مغامرته الأولى. فكرة جيدة، تعال معنا، نريدك أن ترى شيئاً. سجادة سحرية تطير، رائع. إذا أحببت المغامرة يجب عليك أن تتبع أحلامك وقلبك. ولكن حتى لو كانت أكثر الأحلام جنونا، من المحزن أن لا تصبح الرحال العظيم. تصور كل التذكارات التي ستجمعها، أو الأصدقاء الذين من الممكن أن تتعرف عليهم، أو الأماكن التي من الممكن أن تزورها، الكتب التي ستكتبها. هل هذا ممكن؟ طبعا بإمكانك وستستطيع. لا أدري ماذا أقول لكم. شكراً. لدي شيء أن أعطيك إياه. لكن يا كريم، هذا قلمك المفضل. أعلم، لكني سأعطيه لابني بطوطة. تخيلوا، سيكتب كتبه بقلمي. ما هذا؟ هذا قلم. لا يمكن، أين الريشة والحبر؟ لا، هذا القلم سحري. واو، شكراً جزيلاً. وقت الذهاب الآن. لن أنساكم يا أصدقاء. ونحن أيضا. يلا كراميلا، حان وقت الذهاب إلى المنزل. سأشتري قلما جديدا. كريم، هل أضعت قلمك؟
لا، لقد أهديته لابن بطوطة. يا لخيالكم الواسع!